بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلا محمد عليه الصلاة والسلام، إلا الأقصى مسراه عليه الصلاة والسلام. هذه الحلقة رقم 72 من مجموعتنا الخفيفة اللطيفة نوتة، تاريخ 22 آب أوغست 2023 من العام الرابع لهذه القناة. وكما تلاحظون نسبة تحقق توقعاتنا في هذه القناة وتحليلاتنا ومصداقيتها والأكيوريسي الدقة فيها هي 94.16%. هذه الحلقة تأتيكم بريتنج للآي كيو 120 وطالع. هناك أمر جدا نحاول أن نتفهم مما يجري على أرض الواقع رايحين نلفت نظركم إليه. في عنا بالنسبة للمشتركين الجدد بسألوا عن هذا الرقم المتواجد على اللوحة 288 يوم. الآن بنيجي بنشرحها بناء على الآية الكريمة رقم 76 من السورة رقم 17 الإسراء، وهذه الحلقة تأخذ هذا العنوان ألا هو الاستفزاز. ورايحين نشوفوا ما يجري على أرض الواقع الآن هو بالضبط كما ذكر في هذه الآية الكريمة. ورايحين نعطيكم يعني نلفت انتباهكم إنه هذا الرقم بمشيئة الله ربما يتحقق معنى هذا في هذه الأثناء بناء على تدبيرنا المخلص والجاد في كتابنا، كتاب الحق القرآن الكريم، هذا الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فرايحين نتعرض لما يجري على أرض الواقع الآن في فلسطيننا المحتلة ونشوف وجه التشابه مع وعد الله الحق في هذه الآية. في عنا على الهامش بدنا نتعرض لموضوع يعني شوية نسليكم فيه بعنوان اللعب مع ترامب، ونشرح لكم شوية عن موضوع قانون ريكو اللي عنا في الولايات المتحدة، ونشرح لكم شو ما هي يعني خصائص هذا القانون وهل تنطبق على ما أدين به ترامب. وبتعرفوا دائما عندنا هون المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته. هو الآن عنده جاء كمان هجوم عنيف من ولاية جورجيا بتدخله في الانتخابات في عام 2020، واجت عليه احنا نقول عنها اندايتمنت يعني اتهام او توجيه لأحد اتهامات، وعليه الان انه يقابلها او يضحدها، يدافع عن نفسه فيها ويضحدها. فراح نتعرض لهذا الموضوع بشكل مختصر بمشيئة الله ونعطيكم خصائص هذا القانون. وبهاي الاثناء اللي راح احكي لكم اياه في الهامش ساطلق توقع جديد بالنسبه لهذا الموضوع مع ما اسميه انا اللعب مع الرئيس السابق دونالد ترامب. خلينا نرجع لموضوعنا الرئيسي، وهذا الموضوع مش راح يتطلب يعني وقت طويل بمشيئة الله، بس رايحين نلفت انتباهكم حتى المشتركين الجدد يعني يتواكبوا معنا في هذه في ما
هو موضوع على هذه اللائحة، وحتى يبدأوا يتفهموا كيف مسيرة هذه القناة في تحليلاتها وتوقعاتها. وإحنا لا ننقل أخبار ولا نتعرض لأي أخبار نسمعها أو يجري تداول فيها، لأن هذه عمر الأخبار المضللة الكاذبة التي تنطلق أو تطلق من قبل إما الكيان الصهيوني الغاصب أو إعلامه الصهيوني العالمي المنتشر في جميع أنحاء العالم. فإحنا بناخذ الأشياء لما نشوفها بتحصل على أرض الواقع ونحللها، ونعطيكم أسباب وقوعها على حسب تصورنا، وما هي الأهداف المرجوة من حصول هذه الأمور على أرض الواقع. هيك بتتجه القناة دائما، وهيك بتحلل، ولذلك بتشوفوا انه هذه النسبة، نسبة تحقق التوقعات ودقة التحليلات، نسبتها عالية جدا. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم في الآية رقم 76 من السورة 17 الإسراء، وهي السورة المتعلقة ببني إسرائيل: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها إذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. هذه الآية. الآن بدنا نشوف رقم الآية اللي هي 76. السؤال اللي دائما كل ما أمر على هذه الآية: ليش رقمها 76؟ هل سيحدث هناك أحداث على أرض الواقع نراها بأم أعيننا، بحيث إنه هذا هو الرقم 76 عام، هو المدة الزمنية القصوى لبقاء بني إسرائيل على أرضنا المحتلة فلسطين؟ يعني كيانهم مش راح يتحمل أكثر من 76 عام. هم عندهم في معتقداتهم كما تعلمون بأن عمر ما دولة أو مملكة يهودية استمرت على وجه هذه المعمورة أكثر من 80 عام، فهم عندهم دائما عقدة ما يسمونه عقدة الـ80 عام. هذه الآية رقمها 76. خلينا نشوف هذا الرقم كيف أنا وضعته من قبل 4 أو 5 أشهر، ولفت انتباهي في آخر مرة قرأت فيها سورة الإسراء مؤخرا، قلت ما شاء الله، يعني لا إله إلا الله، ما يجري في على أرض الواقع في فلسطين المحتلة ترى إنه مذكور في هذه الآية. طبعا الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، يعني كل شيء بدور في فلكنا وفي حياتنا اليومية ما حصل في السابق وما سيحصل في المستقبل مذكور في هذا الكتاب الكريم. هكذا الله أعطانا هذا الإشعار الثابت، وقول الله حق. مؤخرا قاعدين بتشوفوا إنه كل واحد بيطلع من هذه الحكومة اليمينية الدينية التي تحارب العرب والمسلمين عن عقيدة دينية. كل ما يطلقونه من عبارات بأنه يجب أن نخلي الضفة الغربية، ويجب أن نقتل الفلسطينيين أو نهجرهم إلى الأردن. هذا اسمه بالنسبة لهذه الآية استفزاز. يستفزون الفلسطينيين بكل ما أوتوا من قوة وبشتى الوسائل
باعتقادهم بأنه اللي بيقدروا يعملوه مع الفلسطينيين في هذه الأيام ما استطاعوا أن يفعلوه في عام 48، إنه خوفوهم وهجروهم ورحلوهم من البلاد. هذه الآية بالذات تدل: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، يعني بيستفزوك عشان يخرجوك منها. وهذه الآية تدل دلالة قاطعة بأنهم لن ينجحوا في إخراجك من الأرض، هكذا تقول الآية. هم يستفزونك ليخرجوك من الأرض. وعندما يبدأ هذا الاستفزاز، الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه: وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. يعني بضللهم مش بعد هذا الاستفزاز محاولة إخراجك من هذه الأرض بشتى الوسائل الخبيثة والفتاكة، وأنت مصمم على عدم الخروج من الأرض، ولكن واضعين عليك أشد أنواع الاستفزاز وآلات القتل والفتك لإرغامك على الخروج من الأرض. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بالذات يقول: لن ينجحوا، سيفشلوا في هذا الموضوع. ولكن عندما يبدأ هذا الاستفزاز، هكذا نفهم الآية بصريح العبارة وبكل وضوح، بأنه بعد هذا الاستفزاز لن يلبثوا على هذه الأرض إلا قليلا. ولما تيجي تقول طيب ما هي قليلا؟ قليل دائما أنا عندي لما بدي أحسب أنه الإشي قليل بيكون أقل من عدد الأصابع المتواجدة في اليد الواحد، يعني أقل من 5، هذا معناه قليل، قليل جدا بالنسبة لهذه الآية. ولكن الاستفزاز بدأ من نهاية الحكومة السابقة اللي كانت برئاسة وزراء، كانت برئاسة النفتلي بنت. حكينا عدة حلقات عن النفتلي، وقلت لكم هذه ماركة الفونيك إذا بتتذكروا في حلقات سابقة، ارجعوا لها لما كنت أتحدث عن هذيك الحكومة. هو الاستفزاز والخطط التي وضعت لإخراج أو محاولة إرغام الفلسطينيين، مغادرة الضفة الغربية وتهجيرهم إلى الأردن، واللي بظلوا يطلقوا عليه موضوع الترانسفر، وتجلى مؤخرا في يعني حدثين مؤخرين حدثوا أمامنا على أرض الواقع. وطلعت في حلقة اسمها هل، حطيت على الهامش هنا سؤال: هل أخطأ سموتريتش؟ تعرفوه بتسائيل سموتريتش، هل وزير المالية تبعهم، هل أخطأ عندما عرض في فرنسا خارطة كبيرة وعليها خارطة الكيان الصهيوني يعني الكبرى؟ حكيت لكم هو ما أخطأش بعرض هذه الصورة، ولكن هذه الصورة هي تمثل بالفعل قيام مملكة دستورية جديدة هم ليسوا فيها. هو حاططها كلها باللون الأزرق نسبة لهم. أنا قلت لكم استعمل اللون الخطأ، ارجعوا لهذيك الحلقة. وبعتقد 100% مراقب هذه القناة العتيد الأخ ممدوح القدرة من غزة العزة راح يوجد لنا هذه الحلقة. أخ ممدوح، الحلقة اللي حطيت فيها سؤال على الهامش: هل أخطأ سموتريتش بعرض الخارطة اللي عرضها في فرنسا؟ موجود هنا على الهامش سؤال، وجد لي هذه الحلقة لو سمحت، أعطيني رقمها عشان نحطها كرابط مثبت على هذه الحلقة. فهون بتشوف أنه هو يعني من خططه بأنه حتى يحقق هذه الخارطة يجب تهجير الفلسطينيين إلى الأردن، ومن ثم ابتلاع الأردن كمان، يعني هو في اعتقاد. وبعدين الأسبوع الماضي
كان في هناك في الكذاك اجتماع إذا بتذكروا لعشاء العشائر الأردنية العريقة، وهذا الاجتماع كان لنصرة القدس والأقصى. فبتشوفوا دخل عليهم مشعل، خالد مشعل، بواسطة الزوم أو التلفزيون، وألقى فيهم كلمة وأخبرهم بأنه الكيان الصهيوني يسرع من عملية إجلاء الفلسطينيين من الضفة الغربية وتهجيرهم إلى الأردن. قالها بنص بصريح العبارة وبالنص الحرفي اللي بحكي لكم إياه الآن. إذن الاستفزاز بدأ منذ 3 سنوات لطرد الفلسطينيين وأهالي الضفة الغربية إلى الأردن. هذا استفزاز للإخراج من الأرض، وهنا تأتي هذه الآية حتى تؤكد بأن هذا الحدث سيحدث، وها هو يحدث. إذن لا يلبثون خلاف هذا وهذه الاستفزازات إلا قليلا. نيجي هون منعود لتاريخ 21/5، أنا مبين شوية حاطط المعادلة خطأ على اللوحة، في عندك الآية 76، ولكن يجب أن نعود إلى تاريخ 21/5/2021، وهذا التاريخ هو تاريخ انتهاء معركة سيف القدس المجيدة. في هذاك الأثناء، هذه هي هذاك اليوم بالذات، 21/5/2021، خرج المناضل المقاوم يحيى السنوار وأطلق الرقم، في عندي حلقتين عن هذا الرقم يمكنكم الرجوع إليها. بعض تحليلاتي كانت صائبة وبعضها كانت خاطئة في هذاك الرقم، لكن كان عندي تخمينات. والآن بتعود الذاكرة لهذا الرقم، نيجي منقول طيب لما أطلق هذا الرقم يحيى السنوار 1111، أطلقه في 21/5/2021 يوم انتهاء معركة سيف القدس المجيدة. فإذا تأخذ هذا التاريخ 25/5/2021 وبتضيف له 1111 يوم، هذا يضعنا على تاريخ 5/6/2024. لا إله إلا الله، سبحان الله. وسبق وحكيت لكم عن هذه المعادلة في قبل حلقتين أو 3، يعني من الحلقات المؤخرات، وخصوصا حلقة السلسلة تبعتنا من الأقصى إلى الحرمين بلا حدود، في أحد الأجزاء شرحت لكم كيف بدنا نبدأ بهذا الرقم. والآن سبحان الله، لما جيت مؤخرا على هذه الآية 76، قلت لا إله إلا الله، في استفزاز وفي هناك محاولات لحد الآن تجري لإخراج الفلسطينيين من أرضهم، وموضوع عليهم أشد أنواع الاستفزاز لإرغامهم للهجرة والهروب إلى الضفة الشرقية إلى الأردن. إذن و76 يعني يقع من ضمن 80 عام اللي هم بيخافوا منه، فهل هناك مصادفة، أو هل هناك يعني هل هذه الآية تشير بأنه لن يبقوا أو تبدأ معركة زوالهم العام القادم في 5/6/2024؟ قد تستمر
يعني الآية رقمها 17، قد تستمر 17 يوم نشوف هروبهم إجماعي بالكامل من الأرض، هروبهم هم وعودتهم إلى من حيث أتوا، وبالتالي تحرير مش بس الضفة الغربية أو أراضي 67، ولكن تحرير فلسطين بالكامل بمشيئة الله. يعني قد تأخذ من 5/6 إلى 12/6 لعملية التحرير، وقد تأخذ سنة أو سنتين. وهذا بضعنا في ما قاله رئيس حركة حماس المرحوم الشيخ أحمد ياسين على ما أعتقد، وقال إنه بزولوا في العام 27. فهل ستبدأ العام القادم تأخذ هذا المدى الطويل لإزالتهم قبل عام 27؟ إن شاء الله بزولوا العام القادم، إن شاء الله تثبت هذه الآية، وإن شاء الله يكتب الله لنا في العمر بأن نصلي في الأقصى وهو محرر بمشيئة الله. ولكن إذا بتشوفوا هذا الرقم 288 من اليوم، من تاريخ 22 أغسطس، بتلاقوا هذا بوضعكم في بتاريخ 5/6/2024 بمشيئة الله. من هون إجا هذا العد التنازلي، وراح نضلنا ننزل في هذا العدد إلى أن يأتي 5/6/2024، ونشوف ماذا سيحصل بمشيئة الله. الاجتهاد والتدبير في القرآن الكريم شيء مطلوب منا، ويجب علينا بأن نتدبر هذا القرآن وأن نتعمق في قراءته، لأنه لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فمعناه أن الله سبحانه وتعالى وضع لنا هذا الكتاب، كتاب الحق، حتى نرى ما فيه من أسرار ونبحث فيها. مش خطأ، المؤمن بزيد إيمانه كل ما تدبر القرآن ولو أخطأ في بعض اجتهاداته، ولا خوف على المؤمنين المحصنين أنفسهم من فتنة الدجال، لا خوف عليهم بالتبحر والتدبر والتعمق ودراسة هذا الكتاب العظيم، هذا الكتاب الذي لم يتغير على مر السنين، لأن الله سبحانه وتعالى أنزله ووعد بحفظه وحفظه بدون أي تغيير. والحمد لله على نعمة الإسلام، بأن هذا هو ما نراه بين أيدينا في هذه الأيام. ويجب علينا أنه لا نتوانى لحظة واحدة بأن تدرس وتتعمق في أسرار هذا الكتاب، وتحاول أن تتفهم أو تتكلم فيه. لا خوف ولا حرج على المسلم المؤمن الذي يتدبر القرآن حتى يحاول الوصول إلى ما وضعه الله في هذا القرآن الكريم من أسرار لكياننا هذا ولوجودنا على أرض هذه المعمورة. لا حرج، هذه ملاحظتي بالنسبة لهذا المؤخرة من تدبير إلى القرآن الكريم. وزي ما أنتم شايفين، ما شاء الله لا إله إلا الله، إن شاء الله هذه بتزبط، لأنه الآية 76 من السورة رقم 17 الإسراء نراها تحدث الآن على أرض الواقع. هذا بالنسبة للموضوع الرئيسي. ندخل الآن على الهامش. يعني أنا مش شايف في العالم يجري الآن أي إشي له أهمية قصوى اللي أتكلم فيها، وأنا لا أتكلم عن أمور وأضرب فيها يمين وشمال على الفاضي. وضعت أسس ومبادئ لهذه القناة، وهذه الأسس وهذه المبادئ اللي بوضعها لما بشوفها إنها قاعدة تتحقق، بطلع
وبقولكم كيف تحققت وكيف وليش احنا حللناها في السابق بهذا الأسلوب، ومنقولكم حكيناها والآن نثبت لكم انه حصلت. فما فيش اي شيء مهم جدا اللي ان الواحد يظل يطلع كل 5 دقائق ولا كل يوم 4 5 6 حلقات ولا كل يوم ولا كذا حتى يفتي في شغلات او يتكلم عن شغلات، يجب ان تتركها الى ان تأخذ مجرى يعني ممكن معاه انها وصلت لمرحلة معينة. اي قضية في العالم وصلت لما توصل لمرحلة معينة تستوجب علينا انه يعني نعطي رأينا فيها المتواضع، بنطلع بنعطي الرأي فيها، لكن مش مستعدين ناخذ كل مقال وكل خبر وكل وهذا واحد اليوم عمل هيك وثاني يوم عاود غير رأيه. يعني ليش الواحد يوضع حاله في أي وضع إنه يضطر معاه ثاني يوم بأنه يغير وجهته على حسب تغير الخبر؟ أعطي كل أمر، أعطيه حقه بأنه يتجه إلى أن ينضج لأن تتكلم عنه. هذه يعني بس بحاول عشان في كثير مشتركين جدد على منصات مختلفة كثيرة جدا يعني بدخلوا لمساندة هذه القناة، ونشكرهم جزيل الشكر، ومنحاول نجيبهم يعني زي ما نقول احنا في الانجليزي bring them up to date، لانه هذه السنة الرابعة على القناة، وهذه القناة لها مبادئ محددة تخرجش عنها، وأولويتها ومهمتها الرئيسية وقضيتها الرئيسية هي قضيتنا، قضية الشرفاء، قضية الله للشرفاء من عباده الصالحين، قضية فلسطين. هذه هي قضية هذه القناة الرئيسية. الآن نيجي بنقول كلنا سمعنا بموضوع بأنه ولاية جورجيا أيضا استشارت زمرة من مواطنيها تحت قانون جراند جوري هيئة المحلفين الكبرى، وعرضت عليهم ما يوجد لديهم من سلسلة اتهامات للرئيس السابق بأنه خالف القانون. خالف القانون لما اتصل في حاكم ولاية جورجيا وقال له أنا بعتقد إنه القانون إنه العدد عندك والكاونت مش قاعد بصير بطريقة صحيحة وبطريقة قانونية. هذا كل ما قاله الرئيس السابق في اتصاله مع حاكم ولاية جورجيا، وقال له بطلب منك إعادة عد الأصوات مرة ثانية ولو بتاخذك كمان أسبوعين أو شهر، ولكن عدها وعدها صح وافرزها مظبوط، لأنه أنا في عندي اعتقاد بأنه تم تزوير الانتخابات في هذه الولاية أو الأصوات في هذه الولاية. هذا ما كان نتكلم فيه مع حاكم ولاية جورجيا، وهذه هو يعني فحوى القضية المقامة ولائحة الاتهام التي رفعت مؤخرا على الرئيس السابق ترامب. لكن أين مكمن الخطورة في هذه اللائحة وكيفية توجيه الاتهام وتوجيه التهم تحت طائل أي قانون وجهته للرئيس السابق؟ هنا تكمن الخطورة باعتماد المدعي العام لولاية جورجيا على قانون يدعى ريكو زي ما انتم شايفينه على اللائحة،
ار اي سي او، هذا ريكو اكت معناها راكيتيرينج انفلونسد كوربتد اورجانيزيشنز. وهذا القانون وضع بالاول بصيغه فيدراليه لجميع الولايات المتحده لمكافحه عصابات المافيا الايطاليه بالذات. دائما لما بدك تشوف اي قانون في الولايات المتحده يجب ان تذهب فورا حين قراءه القانون، تفهم تذهب فورا الى السكشن او البارت من القانون بيقول لك ماذا نوى الكونغرس وما كان في نيتهم من تفعيل، من أسباب لتفعيل مثل هذا أو لتشريع مثل هذا القانون. The intent of the Congress. يجب أن تقرأ هذا الفقر، فبتلاقي الريكو وضع لمحاكمة ومعاقبة عصابات المافيا الإيطالية في أوائل القرن الماضي، في النصف الأول من القرن الماضي، لما احتلت أمريكا تقريبا، عصابات الإيطالية تقريبا قضمت أمريكا بالكامل وعطلت عمل مؤسسات وسيطرت عليها، وصاروا هم الطليان يعني اللي بيعملش أي إشي على هواهم، دور عليه ثاني يوم ما تلاقيهوش. هذا الريكو أكت إذا فشل المدعي العام لولاية جورجيا بإثباته، قد يعرض إلى سحب الرخصة منه، لأنه لا يجب أن تستعمل هذا القانون إلا في حال ثبوت أربع عوامل مهمة، أربع عوامل مهمة قبل ما أن تلقي بحمل هذا القانون على المتهم، لأنه لم يعد هناك شيء اسمه مافيا في هذا العالم، انتهى، قضينا على المافيا في يعني أواخر الثمانينات، وكما سقط الاتحاد السوفيتي في 91 سقطت كمان هون خارجيا، قضي على المافيا في يعني في المرحلة ما بين أوائل الثمانينات إلى أواخر التسعينات، كانت الولايات المتحدة متعافية تماما من تأثيرهم ونفوذهم. ولكن ريكو أكت، قانون الريكو أو قانون عصابات المافيا، يجب على المدعي العام بأن يثبت بأنه المتهم أنشأ عصابة، العام الأول، وأن هذه العصابة اجتمعت ووضعت خطة أو وضعت النية بعمل إجرامي مؤكد، وأيضا يجب إثبات بأن هذا العمل الإجرامي يعني تطور إلى أن يكون عمل متسلسل وبوتيرة معينة وبطريقة معينة في أكثر من ولاية. هذا بالنسبة للقانون الفيدرالي، لأنه كل ولاية أخذت القانون الفيدرالي وعملت قانون ريكو متعلق في الولاية تبعتها، وولاية جورجيا كانت من أكثر الولايات اللي فيها تمييز عنصري وفيها يعني عصابات من البيض ضد العبيد أو ضد السود أو ضد إيش ما بدك تحكي، استغفر الله العظيم، يعني معناته انه يعني في
ولاية جورجيا كانت إحدى الولايات اللي فيها تمييز عنصري شديد، فكانت هي من إحدى الولايات اللي أخذت القانون، قانون الريكو الفيدرالي، وعملته قانون، عملت معاه هارمونايزد، احنا نقول هارمونايزد لو، ستيت لو، يعني عملت قانون ريكو مختص لولايتها ولكن يتطابق ويتناغم مع القانون الفيدرالي، وأي ولاية لها حق في عمل هذه الأمور، بأنه إذا سن أو شرع قانون فيدرالي كل ولاية لها حق تأخذ هذا القانون، مش مهم إيش ما يكون، وتعمل منه قانون متناغم يختص بولايتها. فهم هون ضربوه في قانون الولاية وليس القانون الفيدرالي، قانون ريكو للولاية اللي هم عملوه متناغم. ولكن هاي عندك 3 عوامل، العامل الأول بأنه أنشأ عصابة، وهذه العصابة اجتمعت لتعمل أو لتخطط لعمل إجرامي معين، وأن هذا العمل الإجرامي أخذ يأخذ طابع بالقيام بهذا العمل الإجرامي بوتيرة وبمنهجية متناسقة وخرجت عن إطار الولاية الواحدة، يعني صار باترن. والعامل الرابع بأنه هؤلاء، هذه العصابة وبمخططها الإجرامي نجحت بتطبيق هذا المخطط بطريقة ممنهجة ومتماثلة في أماكن مختلفة سواء داخل الولاية أو خارجها، وبأنهم نجحوا في هذا المخطط. 4، وهذول احنا بنقول عنهم ال4 عوامل يجب ان تثبتهم مجتمعيين وليس منفصلين. يعني اذا اخفقت في اثبات اي احد من هذه العوامل ال4 تسقط العوامل الثلاثة الاخرى. It's conjunctive not disjunctive في الانجليزي. conjunctive معناها يجب اثبات ال4 عوامل بالكامل. disjunctive معناها إذا أثبتت عامل أو عاملين ثبتت العوامل الأخرى. هذا القانون صارم بشكل، لأنه عواقبه إذا أنت اتهمت أي متهم فيه ولم تثبت ال4 عوامل، المحاميين الذين أتوا بهذه أو استعملوا هذا القانون ضد أي متهم يمكن أن يسلبوا من حقهم بأن يكونوا محاميين لمدى، يعني تسحب رخصهم لمدى الحياة، تسحب رخصهم، هذا بالإضافة إلى الغرامات المالية القوية التي تفرض عليهم، وبعضها حتى ممكن إنه سجنهم لعدة سنين. المحاميين الذين يأتون بهذا القانون ولا يستطيعوا إثباته. ولكن بما أنه هذا ريكو، بما أنه قانون ولاية مستند أو متناغم مع قانون، الحكومة الفيدرالية، لأن الكونغرس وضعه للحكومة الفيدرالية كقانون فيدرالي، إذا وبما أنه الرئيس دونالد ترامب هو من سكان فلوريدا، وبما أن المكالمة حدثت من واشنطن دي سي العاصمة، يمكن للرئيس ترامب بأول حركة يقوم فيها بأنه ينقل هذه القضية من محكمة الولاية إلى المحكمة الفيدرالية في الولاية، أو إلى أي محكمة فيدرالية في فلوريدا أو في واشنطن دي سي. لأنه أين تأثير أين أثرت أو أين وجدت آثار هذه الجريمة؟
إذا كانت جريمة. أنا خليني أعمل توقع الآن، بما أني بدي أعمل توقع خليني أدخل لكم عليها بالخط الأحمر. خليني أنا هذه الحلقة أخير إن شاء الله نشوف الأحمر. لما بنعمل توقع بننزل في اللون الأحمر إن شاء الله. هاي اللون الأحمر توقع جديد. بالنسبة لهذه لائحة الاتهامات في ولاية جورجيا، على ما أعتقد بأنه في الوقت المناسب سواء عن طريق المحكمة، محكمة الولاية التابعة للمدعي العام، وين ما بدأها في محكمة الولاية نفسها في إحدى المقاطعات في ولاية جورجيا واللي هي مقاطعة أتلانتا، لأنه هناك حصل الحادث. يعني المكالمة اجت لأتلانتا، إذن في مقاطعة أتلانتا المحكمة البدائية الأولى لحكومة ولاية جورجيا، إذا نقلها ترامب إلى الحكومة الفيدرالية لمقاطعة أتلانتا، ولكن ذهب فيها وقال يجب نقلها إلى مستوى فيدرالي حتى نستطيع التعامل مع الدفاع عنها بطريقة أفضل، وهذا من حقه. أو بما أن المكالمة إجت من واشنطن دي سي ينقلها لواشنطن دي سي، أو بما أنه أنا الآن أسكن في ولاية فلوريدا وين متواجدين معظم الشهود والويتنسز وكذا، إذا كانوا موجودين في ولاية فلوريدا أو حتى ولاية نيويورك يمكن نقلها إلى المحكمة الفيدرالية في إحدى هذه الولايات. هذا من حقه. هذا الحال، هاي الحركات اللي تقام وسيقوم فيها الرئيس، هاي لحالها بتأخذ حوالي شهرين 3 4 إلى أن يستقر الوضع في أي محكمة يجب النظر بهذه القضية، ومن وأي محكمة لها الصلاحيات الكبرى في البث في هذه القضية. هذه واحدة من العوائق التي تقف أمام المدعي العام لولاية جورجيا، رايح يظل يرد على هذه الحركات المستمرة والمتوالية اللي راح تيجي من محامين الرئيس السابق ترامب. وبده، وعلى ما أعتقد بأنه المدعي العام لولاية جورجيا طلب بأنه تكون المحكمة، تجري المحكمة في بداية العام القادم في شهر واحد أو في شهر. ردوا عليه المحاميين تبعون ترامب، يقول هذه مش لازم تصير إلا العام 2026، أو يعني بعد الانتخابات بسنتين، لأنه يعني متواجد فيها متهمين كثيرين، مش واحد ولا اثنين ولا كذا، وهم المدعي العام تبع ولاية جورجيا وضع هؤلاء المتهمين حتى يثبت أحد العوامل اللي حكيت لكم عنها بأنه شكلوا عصابة، ولكن إثبات بأنه هذه العصابة تشكلت وعملوا مع بعض اتفاق على العمل الإجرامي، إنه مش عارف شو هو، مش متواجد، كلها عشان مكالمة تلفونية، وحاول بأنه يطالب بحقه كمرشح بإعادة العد، وبأنه حاكم الولاية لا يقوم بعمله الصحيح، وبأنه متواطئ في تزوير نتيجة التصويت في ولاية جورجيا. هذا لا يرتقي بنظري إلى أنه هذه جريمة، لأنه كان يطالب بحقه كمرشح عن الحزب الجمهوري، مستاء من كيفية عد الأصوات وفرز الأصوات في ولاية جورج.
لكن الجراند جوري قالوا له إذا بدك تمسك هذا القانون ريكو ممكن تلاقي يعني تخلي هذا القانون يعلق عليه كأنه عمل عصابة كعصابات المافيا الإيطالية. هذا حكي فاضي، صعبة جدا. فلذلك أنا اللي بعتقده كالتالي واللي بتوقعه كالتالي، دائما أنا بحكي لكم بأنه رئيس دونالد ترامب لا هو جمهوري ولا هو ديمقراطي ولا هو ماسوني ولا هو ديني ولا هو حتى دبلوماسي، أو عمره ما انخرط في السلك الدبلوماسي أو تبوأ في أي منصب حكومي إلا لما قرر بأنه يدخل في منافسة شرسة وقوية أثمرت عن انتخابه رئيسا للولايات المتحدة. وكانت هذه بأنه أخذ أو ضحك على الجمهوريين وجاء عن طريقهم وترأسهم بالمنيح وبالعاطل وهزم هيلاري كلينتون في عام 2016. ولكن قبل 2016 وقبل ترشحه للرئاسة كان وين ساكن؟ في ولاية نيويورك، ونيويورك معظمها وأجلها، وهي دائما هذه إحدى الولايتين اللي دائما لونها أزرق، نيويورك وكاليفورنيا ديمقراطيين تقدر تشقلبهم لا يمين ولا شمال. المرة الوحيدة اللي كاليفورنيا راحت حمراء أو صارت راحت للجمهوريين في عهد رونالد ريغان، لأنه كان حاكم ولاية كاليفورنيا فكل أهل كاليفورنيا صوتوا له لأنه بيحبوه، لأنه كان ممثل سينمائي. من بعدها من 1980 لليوم ليومنا هذا عاودت رجعت بمجراها العادي اللي هي ديمقراطية، نفس اللي في نيويورك. طول ما كان متواجد في نيويورك كان دائما يتبرع ويناصر ويدعم مرشحي الحزب الديمقراطي. فالرئيس القادم، حكيت لكم اياها في الحلقة الماضية، الرئيس القادم للولايات المتحدة سواء يعني تصفت الأمور العام القادم ما بين بايدن وترامب مرة ثانية، الرئيس القادم سيكون ديمقراطي للنخاع بغض النظر بأي تيكت جاي. فلذلك بناء على هذه الرؤية الرئيس اللي بيسلم الحكم سيقوم بالعفو التام عن نفسه وعن الرئيس اللي خسر باستعمال الحق الرئاسي، باردون نسميها. مين ما يجي وإذا حتى خسر الرئيس السابق دونالد ترامب وكسب بايدن، بايدن سيوقف كل هذه المهزلة ويصدر إعفاء عام، عفو عام، عن الرئيس السابق دونالد ترامب، لأنه لا تستطيع الولايات المتحدة ولا يستطيع أحد هؤلاء المرشحين الرئيسيين لحد الآن، لا بايدن ولا ترامب، بتشتيت الأمور وإيصالها إلى هذا الحد في الولايات المتحدة، لأنه الجهتين بيخسروا إذا أي أحد منهم استمر في مقاضاة الآخر. فلذلك إذا كسب بايدن سيعفي عن ترامب وينهي المهزلة هذه كلها المتواجدة، لأنه خلص حقق هدفه إنه كسب الرئاسة مرة ثانية. وإذا خسر قبل ما يطلع بيصدر عفو عام عن أولاده وعن عائلته وربما عن نفسه وبطل.
ولكن إذا أعفى عن ترامب وأعفى عن أولاده، لأنه له الحق هو خارج إنه يصدر كمية من العفو العام عن أشخاص وشخصيات مختلفة ولأسباب مختلفة، هذا حقه بدون ما تسأله ليش أعفى عن هذا ولا ليش ما عفاش عن هذا، هذا حق رئاسي منصوص عليه في الدستور. إذا كسب بايدن راح يصدر عفو عام عن ترامب، وإذا خسر بايدن قبل خروجه سيصدر عفو عام عن أولاده، عن جميع من وجه إليهم اتهامات، ويترك الأمر ويعفي عن الرئيس ترامب، ولكن سيخرج ويترك الأمر إذا لاحقوا أحد يترك الأمر لترامب لإصدار عفو عام عنه. هيك بلعب كلها هذه، أنا بنظر لها إنها مسرحية، ومسرحية هزلية جدا، وبنفس الوقت مش بس هزلية ولكن مؤلمة وضارة، ولا يمكن ولا يجب أن تكون مثل هذه المهزلة المسرحية اللي الآن زي ما أنتم شايفين وزي ما حكيت لكم في الحلقة الماضية، إنه الإعلام الصهيوني الكاذب المضلل القذر يهاجم الشخصين، لأنه عارفين إنه اللي قادم راح يكون ديمقراطي أكثر من الديمقراطي، إذا كان ترامب راح يكون ديمقراطي أكثر من الديمقراطيين، وإذا رجع بايدن فهو ديمقراطي بطبيعة الحال. هم عارفين إنه الرئيس القادم هو ديمقراطي للنخاع، وهذا لا يسر لا القادة العرب، قادة الخليج اللي معظمهم يميلون للجمهوريين، ولا يسر الكيان الصهيوني، لأنه لا يحب الديمقراطيين، لأن الديمقراطيين هم الوحيدين الذين يتجهون لحل القضية الفلسطينية، الجمهوريين بتوجهوش ولا عمرهم حتى بصرفوا ساعة واحدة محاولة الضغط أو حتى النظر في القضية الفلسطينية. هذا توقعي، وهذه حلقتي لليوم، وهذا وشرحت لكم عن القانون، وهذا صعب جدا، وبعتقد إذا ما قدروا يثبتوا مش راحين يقدروا يثبتوا على رئيس ترامب، فلذلك راح تلاقي معظم المحامين والمدعين العامين اللي استعملوا هذا القانون ضد الرئيس السابق ترامب هم اللي راحين يخسروا، وهم راحين يخسروا رخصهم وراحين يخسروا أعمالهم، لأنه يجب أن تثبتوا بعوامله الأربعة مجتمعة، ولا أرى أي عامل متواجد في مقام به الرئيس ترامب ينطبق عليه هذا القانون بالذات. مسرحية هزلية مخزية مخجلة، صهاينة للنخاع من يقاتل الطرفين، والله راح يهلكهم، لأنه في عندي مبدأ في هذا القناة، كل شيء بتحاول تزرعه في الآخرين راح تحصد. هذه حلقتي لليوم، وأرجو أن تستمتعوا، أن تكونوا قد استمتعتوا واستفدتوا من هذه المعلومات. وركزوا على الآية الكريمة رقم 76 من سورة الإسراء، فكروا فيها وفكروا بتاريخ 21/5/21 يعني 2021، ورقم 1111، والآن بتشوفوا إنه إذا كانت هذه عدد الأيام من 21/5/2021، هذا يضعنا في تاريخ 5/6/2024. إن شاء الله هذا يوم زوالهم، قولوا آمين.
إلى أن نلتقي في حلقة قادمة، أستودعكم الله.